السلام عليكم. هذا شارع محمد السادس، هادو خدامين فيه، هاد نفق ديال قنوات الصرف الصحي. هو تيبان لكم هاد على اليسار، غاديين بالاشغال. هادي 5:21 دقيقة، حرارة 21. إذا دخلنا على اليسار راه المنصور، حي المنصور. من المنصور إلى زناني هشام تندخلو للشهدية، ولا درنا على اليمين كنمشيو لمرجان السكنة. اليوم راه اليوم الخميس، اليوم 15 في شهر فبراير، اليوم هو الخامس في شعبان. عادي يشعل هاد الضو، هادا اللي الناس يلقاوش راسهم اش دغيا كيشعل. هذاك فيه ثلاثة ديال الأضواء، صار المسجد المحمدي. التكوين اللي على اليمين، على اليسار كاميليا ديال القهوة ديال سيج الماسة، هي على اليسار. هذا هي هربت عليه وصافي، هذا في الحركة الكبرى سوقان. سياقة متهورة،
الساب مبروكة. خرجوا لتوارقة القرعة على حساب الكسكسو غدا. هادي اللي قدامنا قنطرة الفرسان. الجريدة زويونة دايرين لهم خصانة طيرة. ديور جداد بني محمد مش جيد الحسن الثاني ديال اللي تنقول لها البومبات السباتة هي هذه.
البلدية المقاطعة. هذا شارع عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الكريم الخطابي فيها الطرف من مسجد مولاي مليانة حتى لهنا تداخل فيه السباتة، وعاوتاني كاين طرف اخر داخل في الزيتون حتى تيتلاقى مع شارع فريد الانصاري. مدرسة بنو العميد هي مدرسة بني محمد سابقا، اشغال في السبيطار يعني راه تبارك الله راه غادي مزيان. عرفتش شنو كاين للداخل، ولكن راه داك الشيء بدا تيبان. هادو على اليسار ديال الشاوري لالا خولة، وعلى اليمين ديال الجداد. من هنا هادو على اليمين ما داخلينش في ديور جدات بني محمد وصافي.